السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال عن تصدير الاي اف سي، ليه الموديل بيجي من غير مكتمل ممكن يفقد بعض الاليمنت عند خميس؟ طيب ايه هو الاي اف سي؟ وعايزين ناخد الحكاية من اولها. الحكاية ان شركات البيم زي اوتوديسك، جرافيسوفت، تيكلا، كذا شركة لقوا ان هما كل واحد فيهم بيتكلم لغة خاصة بيه، يعني ريفت بيسافر ار في تي، ده بيسافر امتداد معين، ده امتداد معين، والبرامج مش شايفة بعض. يعني لو انا شغال مثلا معماري بالاركيكاد والشركه اللي بتعمل انشائي شغاله مثلا بالتكله، فاحنا كل واحد فينا شغال لوحده وما يقدرش يشوف شغل التاني. فعملوا حاجه اسمها بيلدينج سمارت، دي شركه غير هادفه للربح، مهمتها انها توجد لغه مشتركه بين البرامج وتسهل عمليه تبادل المعلومات في البيم، بحيث ان مبقاش في شركة هي اللي بتفرض سيطرتها، لا الشركات كلها بتتحد على انها تسهل الشغل. فمن ضمن الحاجات اللي عملوها اندستري فاونديشن كلاسز او الاي اف سي، بيبدأ ان انت مثلا اشتغلت على برنامج من برامج زي الاركيكاد وعايز تكمل، عايز تشتغل حاجة تانية على تكلفة، فتقدر تصدر ويقدروا يفهموا. الموضوع بيتطور، يعني كان في اف سي وان وبعد كده تو وهكذا، كل مره بيبداوا ينزلوا ويبداوا يشوفوا ايه المشاكل اللي ظهرت وبدات المشاكل تقل. تمام، فالمشاكل دلوقتي احنا دلوقتي في 2021 بقت قليله خالص. لو انت بنفس الموديل بتصدره من ظهرت قديم او بتصدر اف سي وان، بتلاقي في حاجات فعلا كتيره بتضيع. فالفكره كلها ان هم كل شويه بيطوروا نفسهم، وما تنساش ان حتى لو انت شغال على الريفت اي اصدار وطلعت بس سنة واحدة، في حاجات بتفقد. يعني لو انت شغال على ريفت 2020 وبعد كده جاي 2021 فبتعمل ابديت للموديل او بتفتحه على الاصدار الحديث، بتلاقي حاجات بتضرب وغالبا بتبقى في الفيتنج بتاعت الميكانيكا والبلامنج وحاجات زي كده. بس بصفة عامة هو اصبح افضل بكتير. وبعدين الاسلوب نفسه، يعني في ناس بتعمل ايه، يقول لك اوبن اف سي، في اسلوب تاني تعمل امبورت اي اف سي، تمام، في لينك اي اف سي، فكل واحد من دول بيبقى ليه الاسلوب العمل بتاعه، وفي حاجات تنفع تشتغل بيها وحاجات لا. يعني انا دلوقتي لو شغال مع شركه تانيه بتعمل اي اف سي، مش هينفع اعمل اوبن اي اف سي واشتغل عليه، لا لازم يبقى في لينك بحيث لما يحصل تعديل انا ابدا اشتغل عليه. بس احنا جربنا كذا كذا اسلوب ولقينا في بعضهم فعلا بيبقى فيه اختلافات.